بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي الطلبة، طلبة المرحلة الأولى قسم تقنيات الميكانيك في مادة الميكانيك الهندسي المستوى الأول. حقيقة مثل ما تعرفون أن الميكانيك الهندسي من أهم المواد اللي موجودة في القسم، وذلك لما لهذا القسم أهمية كبيرة في حياتك العملية. حقيقة لازم نعرفكم بالبداية ما هو الميكانيك الهندسي. الميكانيك الهندسي هو جزء من علوم الفيزياء، يدرس هذا العلم، يدرس حالة الأجسام، يدرس حالة الأجسام في حالة الحركة وفي حالة السكون. هذه المادة مو غريبة عليكم صراحة، إذا كنتم من السادس العلمي فهي الفيزياء، وإذا كنتم من الإعدادية الصناعة فهي الطبيعيات. لذلك في الميكانيك الهندسي جزء مهم راح تستفادون من عنده إن شاء الله. هذا الميكانيك الهندسي حقيقة يدرس حالة، مو فقط الأجسام، يدرس حالة الأجسام الصلبة، يدرس حالة السوائل أيضا، ويدرس حالة الديفورمابل بوديز، الأجزاء المشكلة. لكن احنا نأكد في هذه الدراسة في هذه السنة هي على الريجيد بوديز اللي هي الأجسام الصلبة. الأجسام الصلبة حقيقة دراستنا إلها راح يكون على جزئين. الستاتيك هي دراسة الأجسام في حالة السكون، والدايناميك اللي هي دراسة الأجسام وهي متحركة. بالكورس الأول أو المستوى الأول أو الكورس الأول راح تكون دراستنا ستاتيك، الكورس الثاني راح تكون دايناميك. كمقدمة على الميكانيك الهندسي حقيقة من الأمور في الميكانيك الهندسي هو القوى، الفورس. لازم تعرف الفورس، على أساس الفورس وتصنيفاتها راح نقدر ندخل نعتبره كمدخل للميكانيك وكيفية حل أو دراسة تأثير هذه القوة على الأجسام في حالة السكون وفي حالة الحركة. مثل ما تعرفون القوة هي أي شيء أو أي فعل يحاول أن يغير أو يؤثر على الجسم أو يغير حالته الحركية. فلذلك القوة جدا مهمة، ممكن أن نعبر عنها بالويت الوزن، أو ممكن نعبر عنها على الكابل تنشن إلى آخره. فالقوة جزء مهم في الميكانيك الهندسي. مثل ما تعرفون أنه في الميكانيك الهندسي الكميات نوعان، هنالك كميات اتجاهية اللي هي السرعة التي تحتاج إلى اتجاه لتحديد قيمتها. مثلا نقول تحركت سيارة 20 كيلومتر، مثلا يحتاج إلى نقول شمالا جنوبا، هذا يعتبر كميات اتجاهية. الكميات اللا اتجاهية هي الكميات لا اتجاهية هي مثلا القوة، نقول أثرت قوة قيمتها 20 كيلومتر وتوقف، فالمعنى واضح. لذلك لهذه القوة بما أنه قوة لا اتجاهية، فهذه القوة يجب أن يكون لها قيمة ولها اتجاه. الاتجاه هنا بمعنى اتجاه السهم هو اللي يحدد أنه إلى اليمين كانت أو إلى اليسار. وأيضا هذه القوة ممكن تكون قوة بوش أو قوة بول دفع أو ساحب. وأيضا هذه القوة ممكن تأثر على نقطة معينة في داخل الجسم وتشكل على شكل نقطة. هاي مميزات القوة. إذا وقعت مجموعة قوى في مستوى معين، إذا وقعت مجموعة قوى في مستوى معين، يعني أنا مرة توقع عندي قوة واحدة في مستوى معين، مرة مجموعة قوى، إذا كان هنالك مجموعة قوى نسميه system of forces. من الشيء المهم أيضا نحتاج نوضحه لكم هو تصنيف هذه القوى. هذه القوى هل لها تصنيف؟ ما هي أنواعها؟ ما هي تصنيفاتها؟ فيجب أن نتفق إحنا أنه هذه القوى هي واقعة في مستوى معين. القوة إذا وقعت في مستوى معين نسميها كوبلينر فورسز. إذا الكوبلينر فورسز هي القوة اللي واقعة في مستوى معين كما تلاحظ F1 و F2 في مستوى
على تؤثر على جسم معين. نتيجة لذلك فإن من تصنيفات هذه القوة، النوع الأول هو الكولينير فورسز، وأقصد بالكولينير فورسز هو القوة التي تكون على خط تأثير واحد. فنلاحظ لو كان لدينا F1 و F2 و F3، نلاحظ أن هذه القوة وإن تغير اتجاهها اتجاه السهم، حتى وإن تغير اتجاهها فهي على نفس الخط التأثير. هذه القوة نسميها الكولينير فورسز، أو بعض الأحيان مصادر تسميها كوبلينر كولينير فورسز. النوع الآخر حقيقة من القوى هو القوة المتوازية أو بارلل فورسز. هذه القوة هي ليست على خط تأثير واحد، وإنما تكون خطوط تأثيرها متوازية مثل ما تلاحظون من الشكل، ومؤثرة هاي ممكن نقول عليها كوبلينر بارلل فورسز، اللي هي F1 F2 F3 نلاحظ تؤثر في مستوى معين وتكون متوازية. حقيقة إن الغرض من هذا الموضوع أنه لكل حالة، لكل قوة ومجموعة من القوى قانون خاص بها. النوع الآخر هو الكوبلينر كونكرت، القوة المستوية التي تلتقي في نقطة معينة. فلو كان لدينا F1 F2 F3 مجموعة من القوى داخل مستوى معين، تتلاقى خط تأثيراتها في نقطة واحدة نسميها كونكرنت فورسز. لهذه القوة أهمية أيضا وحالة معينة ممكن نقدر ندرسها. النوع الآخر هو نون بارلل نون كونكرنت فورسز، هي لا متوازية ولا متلاقية في نقطة واحدة. فلو نلاحظ F1 F2 F3 F4 نلاحظ واقع في مستوى معين، ولكن لا تتلاقى في نقطة واحدة. فهذه القوة نسميها الكونكرنت فورسز. الشيء الآخر اللي نوضحه بعد هذه المقدمة، نريد ندرس محصلة هذه القوة. The resultant of forces هو محصلة القوة. محصلة القوة حقيقة هي مثل ما قلنا، القوة أنواع، وخصوصا إذا كانت القوة system of force. وبعض الأحيان وبعض التطبيقات نحتاج إلى أن نأخذ قوة واحدة تعبر عن مجموعة من القوى، لها اتجاه معين ولها قيمة معينة. هذه القوة تسمى resultant of forces، محصلة هذه القوة. فلكل حالة من القوى قانون معين. فلو كان لدينا مجموعة من اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي، كيف نجد المحصلة لهذه القوة؟ فالقانون حقيقة يقول نأخذ summation fx، مجموع القوة باتجاه الاكس ومجموع القوة باتجاه الواي. كما تلاحظون الار تساوي تحت الجذر summation fx تربيع زائد summation fy تربيع. فمحصلة هذه القوة إذا كانت متعامدة، نستخدم هذا قانون تحت الجذر اللي هو مشتق من قانون فيثاغورس عن طريق هذا متوازي المستطيلات التي شكلته القوة. بعد إيجاد المحصلة نحتاج إلى زاوية، فأين نضع المحصلة؟ هنا هنا هنا. لذلك نحتاج إلى حساب زاوية المحصلة، فالثيتا هي تان انفيرس ار واي على ار. هذا القانون نستطيع أن نجد الزاوية. هذا في حالة إذا كان القوة متعامدة أو بينها 90 درجة. في حالة أنه القوة غير متعامدة وكانت الزاوية بينها يا أما كونفيرج أو دايفيرج، يعني منفرجة غير منفرجة، يعني الزاوية بين القوة أقل من 90 درجة أو أعلى من 90 درجة، فهنا راح نحتاج إلى قانون غير القانون الأول الذي ذكرناه، وهو قانون الساين. قانون الكوساين. قانون الكوساين يقول تحت الجذر F1 تربيع زائد F2 تربيع ناقص 2 F1 القوة الأولى في القوة الثانية في كوساين ألفا. والزاوية هنا مهمة جدا، أنه زاوية ألفا لازم تكون هي الزاوية
بين القوتين F1 وF2، فهذه القوة تمثل F2، هذه القوة F1، والزاوية التي بينهما هي الألفا. فلإيجاد محصلة هاتين القوتين نستخدم هذا القانون. أما لإيجاد زاوية، أين نضع هذه المحصلة بالمتوازي الأضلاع هذا؟ فنستخدم قانون التان، اللي هو تان إنفرس F2 ساين ألفا على F1 زائد F2 كوساين ألفا، أو نستخدم قانون الساين، وينص قانون الساين أنه القوى إذا شكلت على شكل مثلث غير قائم الزاوية، فإن القوة أي على ساين الزاوية المقابلة تساوي القوة ب على ساين الزاوية ب المقابلة، وتساوي القوة س على الزاوية س المقابلة. من خلال هاي الحالات راح نقدر نحل كثير من الأمثلة والمسائل التي تتعلق بإيجاد محصلة القوى. فمحصلة القوى هي أنه نوجد قوة واحدة تعبر عن مجموعة من القوى.